السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الأعزاء، اليوم بغي نقدم لكم واحد الوصفة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الزرقية اللي تحت العين والتجاعيد اللي تتكون دايرة في الجنب ديال العين ديالنا. هاد الوصفة هادي سيداتي ما غادي تكلفوهم حتى شي حاجة، بسيطة ورخيصة وطبيعية وصحية وفيها جميع المميزات اللي مزيانة اللي كتنفع البشرة ديالنا. بلا ما نطول عليك سيداتي، الوصفة غادي تكون خاصك فيها غير هاد العسل الاسود كيف ما كتشاهدي. هذا العسل هذا كيتباع في المتاجر الكبرى اللي كيبيعوا فيها العسل. القرعه الصغيره ما تتعداش 15 درهم، وانت هي غادي تحتاجي غير واحد شويه تقريبا. ديك القرعه راه غادي تستعمليها مرات ومرات، وغادي تاكلي منها وغادي تشيط الخير ان شاء الله. طريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه سيداتي، الا بغيتي تتخلصي من الزرقيه اللي تحت العين او التجاعيد اللي في الجنب ديال العين، ممكن سيداتي ديري هاد الوصفه بالليل فاش بغيت تنعسي دهني بها تحت العين ديالك وفي الجناب ديال العين ديالك. الا كان غادي تزعجك الطريقه ديال الليل، ممكن سيداتي الصباح فاش تكوني تتشقاي في الدار ديريها تحت العين ديالك وفي الجناب ديال العين باش تخلصي كيف ما قلت لك من دوك التجاعيد والزرقيه اللي تتكون تحت العين. ممكن ديريها ساعه ساعتين، ساعه ساعتين وحتى ساعه ونص الا ما كانش عندك الوقت. ديريها ساعه ساعه ونص حتى تنشف تشرب البشره ديالك هذاك العسل، وممكن تغسلي الوجه ديالك عادي بالماء، وغادي تحصلي سيدتي على نتيجة مرضية الى استمريتي وصبرتي تستمري في هاد الوصفة هادي. هاد الوصفة هادي راه كتعطي النتيجة ديالها من بعد مرور الاسبوع الاول، كيبان لك الفرق سيدتي في البشرة ديالك. كنتمنى انك ما تبخليش على راسك بهاد الوصفة هادي، لان وصفه غير مكلفه وصحيه بزاف. وكنتمنى احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا كيف ما كنقول لكم في الفيديوهات، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وانكم تشجعوا عندي باش دائما يوصلكم الجديد، وتشجعوني بلايك. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.